لان ده مهم جدا لعيادة الدكتوره ساره، ان احنا مش المفروض ابدا اي عيان شخصناه ببروس من جرام مع استاذ الدكتوره علياء ان انا اقول له خلاص انت محتاج السباب خد الجهاز وانت هتمشي مع نفسك، دي فيري دينجرس، لانه اختيار الجهاز مهم جدا، اختيار التيتريشن مهم جدا، لان اختيار الجهاز انا في عيان هقول له خد سباب، في عيان هقول له هات باي باب، جهاز السباب بقى بفلوس، جهاز الباي باب بفلوس، فانا لو خليت العيان خد رونج ديزيجن، خد قرار في جهاز خاطئ، انا بهدر العيان وقت وبدخله في كوميونيكيشن وبهدر فلوس للبيشنت ده، واحنا مهم جدا ناخد القرار ده صح. طيب زي ما قالت الدكتوره علياء ان احنا عندنا فور ستيجز اوف سليب، الابنيا بتنتربت السايكل دي اللي اتقالت، واللي بيسافروا من الابنيا دونت ريتش ريم، والدلتا والريم دي مهمه جدا زي ما قلنا ان هي دي المنام، وهي الدلتا دي اللي هي سليب، سليب لو ما دخلتش في الديب سليب وما دخلتش في المنام ولا هتطلع الهرمونز ولا هتظبط الجسم ولا هيبقى فيه مشاكل كتير جدا. الدستراكشن بتاع سليب ديس اوردر بيديني الاكسسيف دي تايم سليبنس اللي بالانسبل ايبورس، والسليب جارد الاميون سيستم سليب. احنا يمكن في الكوفيد وكان في ابحاث كتير جدا على ان في مشكله في الفتره دي، السليب مهم عشان الاميون سيستم، لو انا السليب بتاعي وحش الاميون سيستم بتاعي هيبقى وحش وهبقى في مشاكل عندي. لو الاوجا ريست، هو احنا بالاختصار كده فتره النوم دي فتره السبات والهدوء عشان الكمبيوتر الرباني بتاعنا يبتدي يعمل ريست عشان اصحى تاني الصبح فايق بالنشاط بتاعي عشان ابتدي اشتغل وامارس حياتي. الهرمونز زي الليبتين والجارلين دي ريليزد ويتش ار اسينشال فور ذا ويت كنترول، التو هرمونز دول الناس اللي هي بتشتكي دايما بعمل ريجيم مش بخس، هم بيبقى عندهم المشكله دي، عشان كده مهما عمل ريجيم ده دايما بنقوله دي من الحاجات اللي بنشجع بيها ان احنا نستخدم السباب، مهما عملت مش هيحصل ريدكشن البودي ويت، عشان انا الهرمون الاثنين دول واقعين مني، هم دول بتوع الحرق. لما هصلح بالسباب هقول له هتشوف نفسك بعد شهرين، وبعد شهرين نبتدي نوزن تاني بنشوف هلاقي فعلا نفسه خس، وبيبقى نقطه من الامبروفمنت بتاعه ده بتشجعه ان هو يكمل على الجهاز بتاعه. ده الهيبنوجرام اللي احنا شرحناه، احنا عايزين نرجع ده، يعني ده الهيبنوجرام بتاعي، انا عايز ارجع السايكل دي اللي هي 1 2 3 رم، وبعدين 2 3 ادخل في ديب سليب، بعدين ابتدي ارجع في رم في الاخر اهو الازرق عشان هصحى دايما على الحلم بتاعي. طيب القصه بقى ايه بقى؟ ان احنا عايزين نصلح المشكله دي من فتره زمنيه ما حدش كان بيبقى اوير بيها، دلوقتي احنا اوير بالمانجمنت بتاع الاوبستراكتيف ابنيا، والهدف من المانجمنت بتاعي ريزولف الساينز اند سيمبتوم اوف اوسا، امبروف سليب كواليتي، ارجع البلوسومنوجرام ده تاني، نورمالايز الابنيا هيبوبن اندس اللي قالت عليهم بتوع علياء، المايلد والمودريت والسيفير اللي احنا قلنا عليهم، والاكسجين اللي بيقع مني ديورنج سليب. امتى هبتدي اقول العيان ده يعمل سليب ستادي؟ السيفير اللي هو فوق ال 30 ده خلاص جمله احنا بنقول الحمد لله سيفير، يلا نعمل سليب ستادي. السكند نايت اللي هو السباب تايتريشن، 15 اللي هو المودريت هعمل بس برضه بساعات بتحافظ عليه. اما مين اللي هتحافظ قوي؟ اللي هو المايلد اللي هو من 5 ل 14، ده مايلد يعني في مشكله، بس انا بيبقى صعبان عليا ان انا احط العيان المايلد ده على السباب، فابتدي ادور على مشاكل ثانيه يمكن تساعدني ان انا يا اما اعمل يا اما ما اعملش. لو لقيت مشاكل زي الاكسسيف دي تايم سليبلس، امبيرتد نيورو كوجنيتيف فانكشن، المود ديس اوردر، الانسومنيا اللي احنا قلنا عليها، الهايبر تنشن اللي مش راضي يتظبط، اسكيميك هارت ديزيز، لو دخل في اتاك اوف سيريبرال فاسكولار ستروك او اسكيميك هارت مايوكارد انفاركشن، ده المايلد لازم اعمله، يعني مايلد بس لازم اعمل لو عندي المشاكل دي. لو ما عنديش المشاكل دي هنبتدي نقول طب نرجع للدكتور الاي ان تي، يمكن في مشكله في التقرير بنكتب كده اي ان تي كونسلتيشن، كاردييك كونسلتيشن اند ويت ريدكشن اند فول اب، نرجع تاني ونعمل ثايرويد فانكشن، يمكن الاقي حل تاني في القصه يساعدني في التريتمنت. طيب المانجمنت بتاعي ويت لوس، التريشن في السليب بوزيشن، الباب اللي هو الجولد ستاندرد بتاعي، وحاجات تانيه هتشرحها لنا الدكتوره ميرال ان ادفانس تريتمنت. يبقى الكي جول بتاعي ان انا اصلح الابنيا والهيبوبنيا عشان اصلح مين؟ الانترميتنت هايبوكسيميا، هي دي اللي بتعمل لي المشكله في كل القصه بتاعه السليب. يبقى بنستخدم الجهاز بتاعنا اللي هو مشهور جدا اللي هو جهاز السباب اللي هو الباب. ان الباب ده عباره عن ايه؟ انا حتى بوصفه للعيان كده، نيموناتيك سبورت، حاجه بتدخل هواء، ده مش هياثر على الاكسجين بتاعي، ده مش هياثر على الاكسجين بتاعي، مش هياثر عشان الاسئله دي بنسالها، هيلعب عندي في الرئه؟ لا مش دعوه بالرئه، هو كل مشكلته ان هو بيفتح الكولابسبيليتي اللي بتحصل ديورنج سليب، فهو ده نيموناتيك سبورت عشان اوصل لي اباف ذا كريتيكال فاليو اللي هي تحتيها بيحصل الكولابس، يبقى انا عايز اوصل لبريشر معين
لو انا نزلت تحت البريشر ده او طلعت فيه قوي بيحصل عندي كولابس للايروي ويبتدي يحصل عندي الايفنت بتاعتي. ده جهاز السباب اللي احنا عارفينه بكل الموداليتيز بتاعته. وفي عندي تو كومن موداليتيز اللي هم السباب والبايباب هم اللي بشتغل عليهم. الافيلابيلتي بتاعتي كتير، اس مود واس تي مود وتي مود وافابس واس اي في سيرفو فنتليشن، حاجات كتير جدا. امتى بستخدم بقى كل واحده فيهم؟ هي دي التارجت اللي احنا بنعمل عليه السكند نايت تايتريشن. القصه ان انا عندي المودز بتاعتي المانوال سباب او اوتو سباب، ان انا بعمل داي تايم سليبنس، بركب العيان في السكند نايت زي الاولانيه بالظبط وبعمل فول بولوسومنوجرام. التايتريشن بتاعي ازاي بقى؟ الاول احنا اتفقنا ان عمليه السليب ديس اوردر دي كلها بتبقى مخيفه للمريض. يعني ايه مخيفه؟ انا بقول لمريض او مريضه في المجتمعات بتاعتنا انت هتنامي طول الليل على جهاز. الحقيقه برضو القرار مش سهل زي ما احنا متخيلين وكده وبنوصفه للعيان. لازم ابتدي امهد القصه، فنبتدي نشرح للعيان ده يعني ايه سباب. ممكن نركب الجهاز ده 3 4 دقائق كده عشان يبتدي العيان يتنفس معايا في الجهاز بتاع السباب بتاعي، ونبتدي نقلل الكلاستروفوبيا، ونبتدي نعمل ماوس بريسنج، اركب تشين عشان اظبط الليله بتاعتي، ولو عندي نيزل كونديشن احط عندي دي كونجستنت. ده المنظر بتاع التشين ستراب والفول فيس ماسك لو انا عندي العيان ده بيتنفس من البق، وده السباب مع اكسجين. السؤال ده بنتساله برضو في اللي هيعمل سليب ستادي، هركب اكسجين للعيان ده امتى؟ يعني امتى اقرر ان العيان بتاع التايتريشن ده هركب له سليب؟ لو انا عندي اويك سوباين بوزيشن ساتوريشن اقل من 88%، العيان جه ساتوريشن بتاعه 91 92، خلاص نيمته على سرير عشان ابتدي اركب، لقيته نزل 85 86، العيان ده لازم نركب له اكسجين واحنا نعمل كومنت عليها. اثناء التايتريشن بقى ده فادت ان احنا نعمل التايتريشن بتاعي او القصه بتاعت السليب دي كلها تبقى قاعده معايا التكنيشن قصاد العيان بتاعي. لو لقيت الساتوريشن بيقع مني تحت ال 88%، رغم ان انا وانا عملت التايتريشن صلحت كل الايفنتس اللي انا بدور عليها، يبقى العيان ده بسرعه نركب له اكسجين عشان مش هينفع ان انا اكمل الليله على الشكل ده. الجول بتاعي ان انا اوصل باكسجين من 88 ل 94، فببتدي ارفع لتر كل 15 دقيقة ثانية او كل 15 دقائق سوري ارفع 1 لتر لحد ما اوصل للساتوريشن بتاعي من ال 88 لل 94%، وبنحطه في الاوتليت بتاعي وبنسجله عندي في الليلة. احنا يبقى التايتريشن بتاعي ببساطة كده وبسهولة، انا نيمت العيان في نفس الاوضة اللي عملت فيها البولوسومنوجرام الاولاني، هو العيان عارفها، وركبنا الحاجات اللي هتتركب دلوقتي، وحطينا الجهاز وعملنا له اكلماتيزيشن للقصة بتاعتي، وقلنا له بقى ان احنا هنبتدي نحط الجهاز دوا ونقيس بتاع الليفلز بتاعتي. هبتدي بكام بقى؟ هبتدي ب 4 سنتيمتر ووتر، يعني انا هبتدي بالقراية الاولانية اللي هي 4، وهوصل بالماكسيمم بتاعي 20. هوصلها ازاي بقى؟ الكلام ده على حاجه اسمها مانوال تايتريشن. كل الوحدات اللي عندنا تقريبا ما بتعملش مانوال تايتريشن لانه صعب. ليه بقى صعب؟ لان المانوال تايتريشن ده بيتطلب ان انا قاعد بره في الوحده بتاعه المراقبه ومعايا جهاز تاني بشوف العيان جوه وبشوف الدايجرامز بتاعته، وببتدي اقلب للجمله دي ان احنا هنرفع البريشر. انا بادئه باربعه هوصل لسته عشان بدور على ايه؟ بدور على ايفنت اللي هي كانت ابنيا والهايبوبنيا اللي صحتهم بتروح عالياء. المفروض ان انا ابتدي امشي كده لحد ما الابنيا دي تروح والهايبوبنيا تروح، فانا كل ما برفع البريشر ايمنج ان الايفنتس دي تختفي لحد ما اوصل للماكسيمم بتاعي اللي هو 20 سنتيمتر ووتر. احنا بصراحه في الوحدات عندنا صعب ان احنا نعمل الكلام ده لانه الامور عندنا المانوال تايتريشن ده صعب. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجه اسمها اوتوماتيك تايتريشن. بنركب العيان على الاوتوماتيك او الاوتو سباب اللي موجود عندنا في الوحده، ونبتدي معاه. لو انا السباب بتاعي وصل لحد اقل من 10 هبتدي بالاربعه، وهو بقى جرادولي طالع نازل مع المريض، وبنبتدي نقرا بقى انهي بريشر كان سبورتنج اكتر للبيشنت دوا، واقلل احسن الساتوريشن واقلل الايفنتس بتاعتي للنورمال. ده القصه بتاعه الاوتو سباب. انا عايزه في نهايه الجلسه دي اقرا حاجه اسمها اوبتيمال بريشر. يعني احنا قررنا التقرير الاولاني مع الدكتور علياء، التقرير التاني مطلوب مني يقول لي انهي نوع جهاز هستخدمه وهحط البريشر بتاعي على كام. اثناء التايتريشن بدور على حاجتين، ان العيان ده يوصل للريم ستيج، مهم جدا يوصل للريم لانه في الغالب كل حالات الاوبستاتيك سليب ابنيا ما بيبقاش عندها الريم ده اصلا، بيبقى مفقود منها. فباول ما بنحط السباب بيبتدي العيان يدخل في ريم كتير جدا، ويقعد عليه قد ايه؟ يقعد عليه على الاقل 15 دقيقه في السوباين بوزيشن. يبقى انا كده
جود تايتريشن الليله دي. اختاري بقى يا دكتوره لمياء، في عندنا اربع اختيارات، يا اوبتيمال سباب تايتريشن، يا جود سباب تايتريشن، يا ادكويت اللي هو المشي بيه الحال، اكسبتبل تايتريشن. وفي الحاله دي بناخد قرار كل التيم الليله دي لازم تتعاد، ما ينفعش ان انا اطلع العيان لا بسباب ولا نتكلم فيه تاني. الاوبتيمال تايتريشن ده الايديا اللي هو نزل الابنيا هيبوبن اندكس في النورمال ليفل اللي هو تحت الخمسه، وموجود عندي سوباين بوزيشن سليب، وموجود عندي ريم سليب في اكتر من 15 دقيقه، وصلحت الساتوريشن اكتر من 90. وصلنا للرقم ده، يبقى هو ده السباب بتاع العيان 7 8 11. هنشوف بقى القصه بتاعته. ما لقيتش بقى الكلام ده، ما وصلتش لخمسه وما وصلتش للكلام ده، نقول طيب جود تايتريشن، ناخد الاقل شويه اللي هو ايه، الابنيا هيبوبن اندكس تحت 10، يعني انا صلحت كان العيان ده 80 ولا 70 ولا 50، نزلته لتحت ال 10 ووصلت للريم ستيج، بس المشكله ان انا ايه ما وصلتش تحت 5، بس وصلت للي هو سوباين ووصلت للريم والساتوريشن بتاعي تحت 90، يبقى خلاص هناخد الايه التايتريشن ده والبريشر ده ان هو جود تايتريشن. في واحد بقى حاله صعبه جدا، دي بنشوفها كتير، مش عارفين احنا نوصل لكده ولا لكده، يعني بالاخر كده لقيت ان الاندكس بتاعه اللي واصل فوق الارقام دي، فبنعمل ايه بقى؟ نقول له طيب خلاص انت ونزلت ال 75% من الايفنت، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي 80 وصلته لحد 20 ده كويس، ما مش لازم اوصل ال 80 ل 5 ولا 80 ل 10، لانه العيان ده ممكن يبقى فيه مشاكل تاني، هتريفالويت تاني بعد شهرين ولا ثلاثه، ممكن نجيبوا العيان ده تاني اللي فيه مشكله ونقول له نعمل لك سليب ستادي تاني. يبقى انا بوصل الى جمل اقدر احل بيها مشكله العيان. لو ما وصلتش بقى لاي حاجه من ده كله، يبقى ده بالنسبه لي ان اكسبتبل، حرام اظلم المريض اقول له هات جهاز سباب بتبتدي سعره من ارقام الافات الى ارقام اكتر من كده، ولازم في الحاله دي نعيد الليله تاني، وبنقول ان العيان ده نوت اكسبتبل تايتريشن ماست بي ذيس ستادي، تبقى ايه ريبيتد لو ما وصلتش اي حاجه من ده كله. يعني مثلا الدايجرام ده او الجدول ده، انا ده القياس اللي اتعمل لي، ده الاوتوماتيك اللي احنا بنقيس عليه. في عندي كده ناخد أربعة ده الاندكس بتاعي اللي هو في النص كان 7.9، قعد عليه نص ساعة وساتوريشن وحش، يبقى انزل اللي تحتيه لقيته الاندكس بتاعي 3.2، وقعد عليه المريض ده ساعة وخمسين دقيقة، الاندكس اللي بعديه اللي هو عندي 6 وصل لحد 2.9، وقاعد برضو معايا فيها 41 دقيقة، بكل الحكاية دي معدية 15 دقيقة ومدياني بس لحد دلوقتي. طب ما انا في واحد تاني حلو كده هو تحت، تعالي ننزل عليه كده شويه اللي هو عند 7 وعند 8، نشوف الدنيا ايه. ليه انا ما اخترتش اللي فوق؟ اللي فوق لحد دلوقتي عندي فيهم دي ساتوريشن، الخانه اللي هي قبل الاخيره دي، الاكسجين عندي وحش، وانا الهدف قلنا ايه؟ لازم نصلح الاكسجين في العيان ده. يبقى انا اوصل للخانتين اللي ما فهمش فيه مشكله في الدي ساتوريشن، كانت 7 وكانت 8. 7 كان ايه مشكلته؟ ما حلو اهو يا دكتوره لمياء، ما فيهوش اي حاجه ولا ابنيا ولا هيبوبنيا ولا اي حاجه والساتوريشن كويس، بس الوقت بتاعه كام؟ كان 10 دقائق، احنا قلنا كام؟ اقل حاجه 15 دقيقه. يبقى انا العيان ده خليني 7 كده، خليني على جنب، احتمال اخده واحتمال لا. هنزل للي بعديه، اللي بعديه الاندكس بتاعه كام؟ 3.4، يبقى تحت 5، ادي واحده حققتها. الساتوريشن بتاعي كويس، ما حصلش دي ساتوريشن في 8، يبقى ادي 2 حققتها. الثالثه 17 دقيقه، رغم ان دي اقل واحده فيهم، بس دي بالنسبه لي هي احسن واحده فيهم، فانا هاخد 8 وهخلي العيان ده يظبط على 8. يبقى انا ببص على حاجات كده وانا بختار البريشر اللي هطلع عليه العيان، اللي هي قلنا الاندكس والدي ساتوريشن اللي حاصل معايا والتايم بتاع العيان ده. عشان الوقت طبعا، السباب طبعا زي ما احنا قلنا هو اهم حاجه، السيمبلر ويوز تو اي ان احنا استخدامنا كتير جدا وما فيش عندي مشكله فيه، وفي طبعا فيتشرز كتير جدا زي الرام وزي السي فليكس وده الاي فليكس، طبعا الحاجات دي محتاجه ان احنا ايه هنطول اكتر من كده، عايز له بقى ورك شوب وحده. لكن انا بس عايزه اقول حاجه واحده فيهم بس، اللي هو امتى بنختار سباب ولا باباب في الاو اتش اس؟ ده دايما السؤال ده بنساله. لو انا عندي اوبست هايبوفنتريشن هختار امتى سباب وما اختاروش اساسا؟ لو انا عملت بولوسومنوجرام في عيان اوبيس او او اتش اس، انا في عندي دي تايم هايبر كابنيا ولقيت في ايفنتس، لقيت في اوبستات في ابنيا، يبقى العيان ده في هوب ان انا اشتغل عليه بالسباب واديهوله واقول له فور فولو اب يجي لي بعد شويه عشان نشوف الدي تايم هايبر كابنيا والهايبوكسيميا. لو ما تصلحش العيان ده بعد المحاوله دي، لازم العيان ده ياخد باي باب،
مفيش بقى عندنا قصص تاني. الايباب بتاعه بتبقى من 8 ل 10 اباف الاباب اللي هو البريشر اللي انا قسته، بقى البريشر اللي انا قسته ده هو الاباب. هرفع فيهم تاني الايباب اللي هو الثمانية ونظبط العيان على البايباب ونقول له خلاص انت كده عندنا خلصت القصه بتاعتك في الاو اتش اس. القصه كبيره جدا، احنا مش هنقدر نوفيها الاختيار الاجهزه، لكن احنا مبدئيا عندنا الفيرست نايت تايتريشن عشان نشخص العيان، سكند نايت تايتريشن عشان تشوز المونيتورنج البريشر والتايب اوف ذا انسترومنت اللي انا هشتغل عليه، وهو ده اللي احنا ايه الهدف من القصه بتاعه السكند نايت تايتريشن.